اهلا بحضراتكم مره تانية من بعد الفاصل، ودلوقتي خلونا نشوف مع بعض الاخبار اللي هتحصل النهارده، ومنها اناره برج القاهره بالشعار الجديد الخاص بالنسخه الرابعه من مبادره قادرون باختلاف اللي من المقرر انعقادها نهايه شهر ديسمبر الجاري. النهارده كمان هتستطلع دار الافتاء المصريه هلال شهر جمادي الاخره لعام 1444 هجريا، وفي مباراتين مهمين في افتتاح الجوله التاسعه من الدوري المصري، وتفاصيل أكتر في التقرير اللي جاي. بالنسبة للأخبار المهمة اللي هتحصل النهاردة، فمبادرة قادرون باختلاف أعلنت عن إنارة برج القاهرة النهاردة بالشعار الجديد الخاص بالنسخة الرابعة من المبادرة، واللي من المقرر انعقادها نهاية شهر ديسمبر الجاري، واللي بتأتي في إطار دعم جهود الدولة لتمكين ودمج ذوي الهمم في مختلف جوانب الحياة وتشجيعهم على الابتكار والإبداع بمختلف المجالات وتعزيز دورهم في المجتمع. النهاردة هتستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر جمادى الآخرة لعام 1444 هجرية، وهتعلن النتيجة بعد صلاة المغرب بحوالي نص ساعة. لعشاق الدوري المصري موعدهم النهاردة مع مباراتين مهمين في افتتاح الجولة التاسعة. هيلتقي الاتحاد السكندري مع سيراميكا كيلوباترا الساعة 5، وبيراميدز مع الداخلية الساعة 7 بالليل.